أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة تقيم جامعة الكفيل حفلها السنوي، وأيضا بهذه المناسبة تستضيف جامعة الكفيل مجموعة من أيتام مؤسسة عين للرعاية الاجتماعية لإشراكهم البهجة والابتهاج بهذا المولد وتقديم بعض الهدايا لهم. وحقيقة الجامعة تهتم دائما بإحياء مناسبات أهل البيت، وتحاول في كل فرصة أن تقدم في هذه المناسبات ما يمكن أيضا أن تقدمه، وتستنهض طاقات القابليات والمواهب لأبنائنا الطلبة في إقامة المعارض والأعمال الفنية وغير ذلك. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.